الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، دروس أربعة سألقاكم بها في رمضان في كل يوم ثلاثاء. في هذه الدروس الأربع سنشرح قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. العلماء قالوا خلاصة القرآن الكريم في سورة الفاتحة، وخلاصة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية ألف كتابا مؤلفا من ثلاث مجلدات سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. درس اليوم عنوانه إياك. في قول الله تعالى: إياك نعبد، وقفات جليلة. الوقفة الأولى تقديم المفعول. في اللغة العربية أيها الإخوة، تبدأ الجملة بالفعل، ثم بالفاعل، ثم بما يلحق بهما، مفعول به مثلا. تقول: قرأ الرجل القرآن، فعل فاعل مفعول به. كتب الطالب الدرس، فعل فاعل مفعول به. أكل الطفل التفاحة، فعل فاعل مفعول به. هيك ترتيب الجملة. فإذا قدمت المفعول به إلى الأول فهذا التقديم يفيد الحصر. إذا قلت أكل الطفل التفاحة، معناته ممكن أكل التفاحة وممكن أكل شغلات تانية. أما إذا قلت التفاحة أكل الطفل، يعني ما أكل شيء إلا التفاح. الكتاب قرأ الطالب، معناته ما قرأ شيء إلا الكتاب. لما نقول إياك نعبد، هو أصل الجملة في اللغة أن نقول نعبد الله ونستعين الله. نعبد فعل فاعل، والله لفظ الجلال مفعول به. فلما قال الله تعالى إياك نعبد، أفاد أن المؤمنين يعبدون الله وحده ولا يعبدون معه سواه. أفاد أن العبادة المؤمنين يتوجهون في عباداتهم لله وحده ولا يقصدون أحدا سواه. وهذا أعظم باب في الدين، باب الإخلاص. وهذه هي كلمة هذا الدين: لا إله إلا الله. لا أتوجه بعبادتي ولا بعملي ولا بصلاتي ولا بقيامي ولا بصومي ولا بحياتي ولا بمماتي إلا لله عز وجل. افتتح الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم. دير بالك شو في قلبك، لأنك ستحاسب على ما في قلبك. أهل التربية الروحية قالوا: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. مرة تانية: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، مش بالأقدام ولا بالأيدي ولا بالألسن ولا بالصور، تقطع بالقلوب. انظر إلى ما في قلبك. إذا كان في قلبك إياك نعبد، معناها أنت في مكان علي. بس لا سمح الله إذا كان في قلبك نعبد الله ونعبد مع الله كمان، يعني بدنا شغلات تانية مع الله، في مشكلة. عبد الله بن مسلمة كان في جيش حاصروا حصنا للروم، استعصى عليهم الحصن، قل الزاد والماء معهم. بدهم طريقة، شي واحد يفتح هذا الحصن. من يفعل من يفعل؟ بعدين في ليلة من الليالي ما وجدوا غير رجل من المسلمين من عامتهم. اخترق السور، صنع فيه نقبا، فتح الباب ودخل الجيش المسلم. مين هذا اللي فتح؟ ما بيعرفوا. عبد الله بن مسلمة بسببه انتصر كل جيش المسلمين، بسببه صار الفتح. عبد الله بن مسلمة هو الأمير. بعد صلاة الفجر قال للناس: أسأله بالله الرجل الذي فتح النقب لنا، وأسأله بحق إمارتي عليه أن يأتيني.
وإني قد أخبرت الحاجب أن يدخله متى شاء. في الليلة بيجي واحد بيقول له للحاجب استأذن لي على الأمير. قال إيش بدك منه؟ قال أخبره عن صاحب النقب، هذا اللي فتح النقب. قال أنت هو؟ قال أنا أخبره. فدخل استأذن على الأمير، قال أدخله. فدخل رجل متنقبا، قال أيها الأمير أنا أعرف صاحب النقب، والصاحب النقب له عليكم 3 شروط. قال تفضل. قال أول شرط أن لا تسأله لا عن اسمه ولا عن اسم أبيه. بيجي لعندك هو بس ما بتقول له لا شو اسمك ولا شو اسم أبوه. قال له طيب. قال ولا تسود اسمه في صحيفة إلى أمير المؤمنين. ما بتروح تبعت خبر لأمير المؤمنين فلان لفلاني فعل هيك، خلاص خليها بأرضه. قال طيب نفعل. قال والأمر الثالث ألا تصرف له مكافأة. حاصره. قال طيب ماشي الحال. فكشف عن وجهه وقال أنا صاحب النقب. قال فكان عبد الله بن مسلم بعدها كلما صلى صلاة يدعو في صلاته يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، إياك نعبد. هذه إياك تفيد الحصر، تعبد الله وحده. حتى نصير من جماعة إياك نعبد بدنا نكثر من ذكر الله تعالى. وهذه أول فائدة في قوله إياك. في فائدة ثانية وبها أختم الدرس. بالله اقرأوا سورة الفاتحة معي بس شوي شوي، وراقبوا الكلمات كيف عم تجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد له هو. الرحمن الرحيم هو، هو الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين هو. بس بعدين بتصير إياك نعبد. هي إياك، هذه الكاف تفيد الخطاب. أنت إذا كنت مواجهي بقول لك السلام عليك، بس إذا كنت غايب بقول لك السلام عليه. طيب أنت عم تقول في الصلاة إياك نعبد، عم تحاكي مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى في قبلة أحدكم ما لم يلتفت. جاء في بعض الآثار إذا التفت العبد في صلاته، التفت بقلبه يعني، قال الله تعالى عبدي إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ عم حاكيك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يا أيها الإخوة، وأنتم في الصلاة في إياك نعبد وإياك نستعين راقبوا قلوبكم بأنكم تكلمون ملك الملوك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصدقون في إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.